بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن موتور ليجنز. موتور ليجنز على فكرة هو عنوان كبير جدا، بس أنا هاخد أول جزئية فيه وبقية الجزئيات هنكملها في الفيديوهات القادمة. لو عملنا زوم، ده الكورتكس وده الأنتير هورن سيل. شرحنا في الفيديو اللي قبل كده في بيراميدال تراكت وفي اكسترا بيراميدال تراكت، سواء ده او ده. الكورتكس الى الانتير هورن سيل ده اسمه ابر موتور نيورون. ما دام ابر يبقى اكيد في لور. ده اول نيورون لازم نتكلم عليه، اللور اللي من الانتيريور هورن سيل الى المصل، ده اسمه لور موتور نيورون، او زمان كنا بنسميه اي فرنت او الالفا ديستشارج مع فيديو ستريتش ريفلكس. الفيديو ده انا هركز على حاجتين، على الابر موتور نيورون ليجن لو اتقطع السكري، وعلى اللور موتور نيورون لو اتقطع. وهنعمل جدول مقارنه دلوقتي بين الاثنين، والام دي هي الليجن. اول نقطة لازم تتقال في الجدول، وهعمل نقطة مقارنة بالاحمر، هي الكوز. اتقطع الابر موتور نيورون، يا ترى السبب ايه؟ السبب ليجن في اريا 4 او اريا 6، يعني الليجن في الموتور كورتكس. بس لو سألتني على اهم سبب هقولك ان البوستيريور لم اوف انترنال كابسول مش واصل له دم كفايه. يعني ايه؟ لما تفتكروا لما شرحت الانترنال كبسول اللي هو الفي شيء، قلت ان هو سبلاي بار لانتيجرو سترايت ارتري. لو الارتري ده اتقفل بسترومبس يبقى الديسندنج موتور فايبرز مش هتعدي للبرين ستام ومش هتنزل من السباينال كورد. يبقى اهم سبب هو ثرومبوز للانتيكولو سترايت ارتري اللي سبلاي البوستيريور لين اوف انترنال كبسول وبالاخص الانتيريور تو ثيرد بتاعتها. يبقى دي مش شغاله، وده اشهر سبب، وده بيحصل في حوادث سيارات وكده. لور موتور اهو ليه اتقطع او ليه مش شغال؟ عندك المشكله في حاجتين، يا اما العين في الانتيريور هورن سيل شخصيا يبقى السبب اسمه بوليو مايلايتس شلل الاطفال، ده مهم، يا اما المشكله في العصب اللي خارج من الانتيريور هورن سيل نتيجه دايابيتس مليتس. مريض السكر عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه، او نتيجه الكهوليزم، حاجات كتير قوي، او اتقطع لاي سبب. في نقطه عايز اركز عليها قبل ما اكمل جدول المقارنه، ان لو اتقطع الابر موتور نيورون نيفر ايفر ريجينريت، اللي بيتقطع ما بيرجعش. دايما نقول جملة مشهورة، اللي هيروح عمره ما هيرجع تاني. سألنا دكاترة الهيستولوجي سؤال، ليه لو القطع ده ما بيتحبش مش ريجنريت تاني ليه؟ قال اللي فيه سببين. السبب الأول نو نيورولمال شيس. يا جماعة أنا ما عنديش شوان سيلز تقدر تجدد النيرف وترجعه زي ما كان. تاني سبب مهم بقى قالوا لنا ايه؟ لو العصب اتقطع اكتر من 3 مليمتر cannot be regenerated، يعني انقطع ضربات. طب لو اتقطع اقل من 3 مليمتر زي اللور موتور كان regenerated، يعني ميديا نيرف عندك اتقطع، لا ممكن يرجع ويلحم تاني. لكن اي عصب نازل من الكورتكس لا، لا يمكن. ما دي مهمه جدا. نيجي بقى للنقط المقارنه 2 و3 و4، حطوهم في مربع مهمين جدا. ليه؟ دلوقتي سواء ابر
في بالانس. فلازم تقول لي في البالانس يبقى العنوان بتاعي بالانس. هتكلم عليه في 3 بوينتس. اول نقطه مكان البالانس، تاني نقطه درجه البالانس الاكستنت، هياخد عضله واحده ولا عضلات كتيره هتتشال. تالت نقطه في البالانس ريكفري. وتعالوا نفهم الكلام، الابر مود اذا اتقطع عارفين مكان بيبقى فين؟ كونترا لاترال. يعني ايه يا دكتور كونترا لاترال؟ بمنتهى البساطه الكورتكس اليمين عندي يشغل المسلز الشمال، لان اتفقنا 80% من البيراميدال تراكت فايبرز كروس تو ذا اوبوزيت سايد. يبقى اذا الشلل مش على نفس الناحيه، على الناحيه العكسيه كونترا لاترال. اما اللور موتور انتيرو هو مثال نازل منها نيرف المصري، النيرف اتقطع، يبقى الشلل فين؟ الشلل في نفس الناحيه اللي اتقطع فيها العصب. يبقى اذا الشلل ايبسي، يعني ذا سيم سايد ايبسي لاترال. النيرف اللي خارج من الانتيرو هو مثال ما بيعملش كروسنج. نيجي للاكستنت، يعني ايه؟ الاثنين حصل فيهم شلل. هنا في الأبر الشلل ايه؟ الشلل is wide spread، يعني نص جسمك اتشلل. اتفقنا ان النص الشمال سبلايد بالكورتكس اليمين او الانترنال كبسول اليمين. طيب الشلل يعني وايد سبريد بقى؟ قالوا الكلمه الجديده ليكم هيمي ليجيا. كلمه ليجيا معناها باراليسس، شلل. هيمي نص الجسم. طيب اللور موتور نيورون هقول عليها لوكالايزد باراليسس. الشلل لوكال، العصب اللي اتقطع يبقى المسلز اللي بتتغذى منه فقط هي اللي اتشلت. نيجي بقى للريكفري، دي اللي انا قلتها. دكتور الابر اتقطع، في امل اني والدي يخف؟ يعني حادثه عربيه وكلام، في امل يمشي على رجله؟ في امل يتحرك زي زمان؟ الاجابه لا، مفيش امل. لان نو نيورولينال شيز كان نيفر ايفر ريجنريت ريكفري. لا، لكن في اللور موتور كان بي ريكفر، اللي هي الاعصاب الطرفيه. كده انا قلت اربع فروقات. هنا بقى النقطه الخامسه تهمني جدا، ماسل تون. شيء طبيعي هبتدي باللور الاول. لو اتقطع النيرف اللي رايح للمصل في كونتراكشن؟ اجابه لا، كونتراكشن ضعيف جدا. فقالوا عليها اتونيا. يعني نو تون او هايبو تونيا. هتقولوا لي استنى بقى يا دكتور، النيرف اتقطع للمصل خلاص، ازاي يبقى هايبوتونيا؟ الكتب قالت الكونتراكشن ضعيف جدا لدرجه انه شبه مش موجود. طيب نيجي للابر موتور نيورون اللي اتقطع عند حوار التون. تعالوا افكركم بحاجه قلتها الفيديو اللي فات. انا عندي ريتيكولار فورميشن في البونز وريتيكولار فورميشن في المظلة، مين فيهم اللي بيزود التون؟ البونز. اما المظلة تقلل التون. فاكرين قلت ايه؟ قلت ان الريتيكولار فورميشن في البونز هاز انترنسيك اكتيفيتي، تقدر تعتمد على نفسها في غياب الكورتكس. جاي الكورتكس ينزل لهم اشارات، الاشارات دي اتقطعت، التراك ده ما كملش لاي سبب، مين اللي هيفضل شغال؟ الريتيكولار فورميشن اوف البونز. اما المضله قال ما اقدرش، اي هاف نو انترنسيك اكتيفيتي، انا لا اعتمد على نفسي. طب انت انيميتد مش شغال، يبقى الكفه مالك لصالح التون الزياده. طب التون زياده في انهي ماسلز؟ افكركم بالفيديو اللي فات، نزل ترياكت هنا على
الانتي هوبس اللي شغاله مين؟ الانتي جرافيتي ماسلز فلاكسوس اوف ابر واكستنسور اوف لور. وقلت لكم نوع الانبولس اللي نازله ايه؟ جاما. فالجاما بقت زياده جدا، كفه الميزان مالت ناحيتها. عشان كده لما تيجي في حوار الطول بصوا النقط اللي لازم تتحط في الابر موتور نيورون هايبر توني. ماشي، اقول ايه بقى النقط اللي لازم اجاوبها؟ سبب زياده الطول، قلنا السبب. رقم اتنين، لازم تقول لي تايب اوف ماسلز، مين المصل اللي الطول زاد عندها؟ انتي جرافيتي ماسل. النقطه الثالثه، تقول لي هو الفا ولا جاما اللي زادت؟ هو مين؟ جاما. ودي ملهاش تفسير، لان الريتيكولا فورميشن اوف بونز عاده بتنزل جاما امبولس على الانتيريو هورن سيل جاما، وسميناها سباستيسيتي. النقطة الأخيرة اللي لازم تقولها لي هي التست. شفت أنا قلت إيه؟ أربع نقط تحت عنوان التون في الأبر موتور نيورون ليجن. سبب زيادة التون، أنهي ماسلز بقى فيها هايبرتونيا، يا ترى ألفا ولا جاما اللي زادت، والتست. إزاي أختبر هذا العيان؟ عايزكم تبصوا عليا وهقلد لكم واحد عنده هيمي بليش. اهي زوم عليا، انا عندي هيمي بليش، هتلاقوا ان التون زاد في الانتي جرافيتي اللي هو مين؟ البايسبس بقى اقوى من الترايسبس، ورجليه اكستند، يعني التون زاد اكستنسور اوف لور فلكسور اوف اب. فدول العلماء فكروا فكره، قالوا طب ما تيجي نعمل تيست على زيادة التون في الأبر لين، وتيست على زيادة التون في اللور لين. التيست على الزيادة هنا، الراجل ده دي شكلها ايه؟ سيمي فلاكسد، يعني هو دي مش عاملة كده للآخر ولا مفرودة، لا متنية قوي ولا مفرودة قوي. عشان كده في جملة لازم هزودها هنا، مايلد هايبرتونيا ان ذا انتي جرافيتي ماسل. عشان كده شكل ايديه سيمي فلاكسد بوزيشن، مهم قوي سيمي فلاكسد. انا هعمل ايه بقى؟ بصوا اللي هيحصل على نفسي، انا بحاول ابني دراع العيان، التون زايد في البايسبس، يعني بالبلدي البايسبس قفشه قوي كونتراكتد قوي. انا علشان ابني دراعه هقدر ابنيها بسهوله؟ هتقولوا لا، هتبتدي بصعوبه. كونتراكشن الزياده عامل ريزيستنس قوي لحركه الضغط، يعني انا الدكتور بحاول ابني ايده، في الاول في ريزيستنس. ليه؟ انت بتعمل استرتش للتاني والرد الفعل فيه كونتراكشن. حاول اعمل استرتش كمان وكمان، كل ما تزود استرتش اكتر هيشتغل مين؟ الجولجي تندون اورجن. فاكرين فيديو الاسترتش ريفلكس؟ بدات بمايلد استرتش، يبقى في مايلد كونتراكشن، مارك استرتش يبقى هيحصل ريلاكسيشن. يعني ايه؟ انا عايز اتغلب عليك يا بايسبس، انت كونتراكتد قوي، حاولت ابني دراعه. ما هو ليه بدي بصعوبه؟ ما هو العين فقد الفولانتري موفمنت، بالاضافه ان التون زاد في الاول بيقاوحني المصل كونتراكت قوي، وبعد كده من كتر الاسترتش قدرت اكمل الحركه وكملت الفريكشن. عشان كده كل المراجع شبهت الموضوع ده بايه؟ قالوا عامل زي المطوه ارم غزال. الناس هتستغرب من اللي بقوله، هو ده الوصف. قالوا بالظبط المطوه ليها جراب، لو شفت اي مطوه ليها جراب بسوسته كده، علشان تخرج المطوه من الجراب بيبقى في صعوبه في البدايه ثم بتبقى اسهل. شبهوا ايد العيان اللي عنده هيمي بليشيا بشبه المطوه، الاول فيكو
كونتراكشن زيادة في البايسس مقاوح الدكتور انه يقدر يكمل في الاكشن للبيشنت ثم اكتمل التست. عشان كده التست بتاعنا اسمه كلاسب نايف تيست، وده مهم جدا. كلاسب نايف دي مطوى ارم غزال مهمة جدا. يبقى كده في التون قلت هايبرتونيا سبب والمصر وجانا سباستيستي والتست. هتقولوا لي طيب هل في تيست على لور لين؟ هنقوله دلوقتي. النقطة الثالثة في المقارنة هي الريفلكسز. يعني ايه؟ مين في الاثنين دول عنده هايبر ريفلكس من غير ما تفكر؟ ابر موتور نيورونيش. يعني كلمة ريفلكس هتشوف السكشن، هجيب زميلكم وهقول له كده حط رجل على رجل، يعني اعملها على نفسك، وده اللي يحصل في السكشن. حط رجل على رجل. ليه رجل على رجل؟ علشان انا مش عايز رجله تبقى لامسه الارض، انا مش عايز، انا عايز اتجنب تاثير الجرافيتي. هجيب هامر شاكوش وهضرب هنا على حاجه اسمها باتيلر تندو تحت الركبه، ده في باتيلا اللي هي الصابونه دي، في تندو. هضرب على التندو. في الطبيعي ايه اللي المفروض يحصل؟ اكستنشن في الرجل، تعمل كده وتثبت، تثبت بالطول. لو انا عندي ابر موتور مقطوع معنى كده ايه؟ ان الريتيكولر ها فورميشن اللي في البونز شغاله لوحدها. لما سالناها انت بتنزلي انهي امبلس؟ قالت جاما. وافتكروا من نظري عندي نوعين من الجاما امبلس، ستاتيك ودايناميك. في جاما شغاله طول الوقت دي بتاعت الطول، وفي جاما بتشتغل مع ضربه الهامر. ضربنا بالهامر يحصل كده، تلاقي رجله نطرت من فوق جامد. سميتها هايبر ريفلكسيا، رد فعل مبالغ جدا. اما اللور موتور بالعقل، ده انت قاطع النيرف اللي رايح للمصر، يبقى ده هايبر ريفلكسيا. بالتالي هايبر ريفلكسيا. تعالوا اقول لكم بقى على التست اللي في اللور لينف. التست ده اسمه كلونس، وهفهمكم معنى هذا التست دلوقتي. الكلونس بتاعنا، الكلونس معناها ايه؟ كلمه لاتيني معناها بترقص. دكتور هو مين اللي بترقص؟ تخيل ان ده رجل العيان، ده القرار في مصر، وطبعا ده عادي. دي اللي هو صار عليه، او عملها على نفسي عشان تبقى سهله. تخيلوا ده الكالف بتاعي، وده هو السول اوف ذا فود، ده يا جماعه الكعب. انا هعمل ايه؟ عيان نايم قصادي، هرفع رجله من عند النيم، يعني انا هنيمه على السرير وهرفع من عند الركبه، بعمل سبورت بايدي الشمال. ايدي اليمين، اليمين هاجي اعمل الحركه دي. بس في الاول، هو انت ليه بترفع رجله من عند الركبه؟ ليه؟ عشان ما تقعش بالجرافيتي. ثم اجيب السول اوف ذا فود، بصوا هعمل كده، هرجع مشط رجله لورا وافضل دايس. لما ترجع لورا كده انت بتشد على ايه؟ على التندنس بتاعه المصل. بدات بمايلد ستريتش، حصل مايلد كونتراكشن، ثم انت لسه دايس لورا. بصوا ايه؟ مراجع السول اوف ذا فود ودايس. عشان كده قالوا انت بتعمل في العيان ده ايه؟ صابن مينتيند ستريتش. معنى الكلمه دي ايه؟ كلمه مينتيند يعني ثابت، مرجع السول اوف ذا فود وشاهد رجله لورا. صابن مينتيند ستريتش. يتحول الموضوع من ستريتش ريفلكس في البدايه الى انفيرس ستريتش ريفلكس. ما هو الستريتش يعني مايلد ستريتش، يعني مايلد كونتراكشن. لا، ده انت مرجع السول اوف ذا فود لورا ودايس وجامد، فبتشد على التندنز اقوى.
فبتشغل هنا الجولجي تندون اورجن اللي قلناها فيديو ستريتش ريفلكس. فيحصل ايه؟ وانت لسه دايس تلاقي رجل العيان زقت ايد الدكتور، دي كان ايدي، زقت ايد الدكتور لقدام في كونتراكشن ريلاكسيشن. الله، ما المفروض تعمل ريلاكسيشن مره واحده وخلاص. حصل حاجه بقى غريبه، فضلت رجل العين بصوا عليها تعمل كده وترجع وتعمل وترجع وتعمل وترجع. قالوا دي الرجل ما بتثبتش، كان واحد بيرقص. ما تيجوا نسميها كلونس باللغه اللاتينيه القديمه. بس احنا يا دكتور عندنا ليك سؤال، هو ليه رجل العيان ما ثبتتش على وضعها؟ يعني خلاص انت سبت يا دكتور ايديه وما زالت رجله رايحه وراجعه زي ما بندول الساعه. ليه؟ هقول لك الاجابه. ده الكورتكس بتاعنا، وده هو او الحته اللي نسيبها على الجنب، ده السيريبلوم. تمام؟ دايما الكورتكس بينزل ادي الفايبرز كلونا بزياده وادي الانترنال كبسول والحوار اللي قلناه. حلو، وهي نازله في مجموعه فايبر بتوصل لمين؟ للسيريبلوم. لازم السيريبلوم توصل له اشارات من الكورتكس، يبقى البدايه الكورتكس يبعت للسيريبلوم. ايه اللي حصل في العيان ده؟ انت قطعت البوستيريور لم اللي هو الجزء ده البواب، او بوظت الكورتكس اللي عليه علامه اكس هو الليجن. القطع حصل هنا. طالما القطع للعقل حصل في البدايه، يبقى السيريبلم ما وصلوش حاجه. هتقولوا طب وايه علاقه السيريبلم بالحوار؟ اصل السيريبلم بيعمل دامبنج اوف موفمنت. انا اللي بفرمل الحركه، انا اللي بقول بدايتها ونهايتها. كون السيريبلم سليم بس ما وصلوش سيجنال من الكورتكس انه يعمل اوف للموفمنت، هتعرفوها بعدين ازاي. فضلت الحركه مكمله وما بتقفش، فسميناها لونس. كل دي اسئله عملي وشغل. يعني هي الفكره مش صادم من تند ستريتش، بدانا بستريتش ريفلكس عادي مايلد، انتهينا بانفيرس. الحوار اعمق من كده، وليه رجله ما وقفتش؟ يبقى لغايه دلوقتي النقط بتاعتنا قلنا السبب في كل ليش، اتكلمنا على الشلل في ثلاث نقط سايت اكستنت ريكفري، اتكلمنا على التون هنا في اربع نقط، اتكلمنا عن الريفلكس، واتكلمنا على الكلونس بمثال ده انا قلت اسمه انكل كلونس. طب ما هو في كلونس تاني، ايه هي؟ بصوا بقى عليا كزوم، انا هجيب الباتيلا بتاعت العيان وهشدها لتحت، بعمل ايه؟ ستريتش ليها، وافضل دايس صادم من تين ستريتش، احركها فوق وتحت كده، فوق وتحت، وبعد كده اطلعها لفوق او لتحت. في الطبيعي المفروض انها تثبت في مكانها. اما اللي عنده موتور نيورون ليجن عنده ايه؟ كلونس. تفضل الباتيلا طالعه ونازله طالعه ونازله، ما حصلهاش دامبنج، ما تفرمليش. تخيل عربيه من غير فرامل مش هتقف، فسموها باتيلر كلونس. يبقى كده انا عندي اتنين، باتيلر وانكل كلونس. طيب عشان اجابتك تبقى اجابه روعه، دايما في الريفلكس لازم تقسم الريفلكس الى تقسيمتين، وبصراحه الريفلكس لازم يتقسم ثلاثه. اول واحده سوبرفيشال ريفلكس، وتاني واحده هو الديب ريفلكس. اللي انا بشرحه ديب ريفلكس. فاكرين لما قعدت وضربت على الباتيلر تندون؟ طب ما هو ده ديب في المسلس في التندنز. طب يعني سوبرفيشال؟ فيديو ريفلكسز انا قلت لك السوبرفيشال ريفلكس بلانتر ابدومينال كريمستر، اي ريفلكس في الدنيا. فاكرين صراصير؟ ستيمولس ريسبتور افن سنتر افرنت ريسبونس، كل ده تحت الكنترول اوف كورتكس اللي ليه
وسنتر وإيفرنت اللي هو لور. فدايما السوبرفيشال ريفلكسز لوست في الاثنين. لوست في اللور موتور نيورو ليجن لانك قطعت النيرف دايركت، ولوست في الابر لانك فقدت الكنترول اللي جاي من الكورتكس. يبقى دي اتقالت. والديب قلناه، ولو تفتكروا في السوبرفيشال شرحت البابينيسكي ساين لما قلت هعمل سكراتش السول اوف ذا فود من لاترال للميديا. الطبيعي في اي واحد تجيب مفتاح وتخربشه كده وتعمله رقم 6 في السول اوف ذا فود تلاقي الصباع الكبير وبقيه الصوابع يحصل لهم كده يتنوا لجوه بلانتر فلاكشن. وده بلانتر وده الدرس. لو باظ عندك الابر موتور نيورون اريا 4 واريا 6، اريا 4 باظت، بص بقى على رجل العيان، تبقى الصباع الكبير ناحيه الدورسال والاربع صوابع التانيين يفتحوا زي المروحه. تاني ليه الصباع الكبير عمل دورسي فلاكشن؟ ليجن اريا 4. طب والاربع صوابع التانيين ادكشن او فالنج؟ ليجن اريا 6. كل الكلام ده على الريفلكس. يبقى قلت الطول وقلت الريفلكس. بصوا بقى بعدها رقم 7 الجميلة جدا، هيحصل ضمور في العضلات ولا لا؟ دي لازم تتكلم عليها. في اتروفي ولا مفيش؟ تعالوا نفكر. انا كلور موتور اتقطعت، المصل مباشرة اللي بتتغذى من العصب ده مش شغالة، يبقى الاتروفي يحصل فين؟ في اللور. يبقى اللور فيها ماركت اتروفي. كلمة ضمور يعني ايه؟ يعني العضلة تخس قوي. لما هتروحوا في البطنة في سنة 5 هتقيس المحيط بتاع الايد، هتسمها سيركمفرنس بالمتر، تشوف الماس ده زي المقاس ده ولا لا؟ لو لقيت فيه اختلاف واحدة أقل عن التانية يبقى حصل فيها أكل، وده ماركت أكل. زمان واحنا صغيرين كانوا بيعلمونا معلومة جميلة جدا، العضو الذي لا يستخدم يضمر. المصل دي ما بتستخدمش لأن النيرف بتاعها اتقطع، فيها حاجة اسمها ويستنج، ماركت ويستنج. أما الأبر موتور إذا اتقطع هل المصل تشتغل ولا لا؟ الإجابة شغالة. شغالة إزاي يا دكتور؟ هرسمها لك برسمة بسيطة. ده الكورتكس وده الانتيريور هورن سيل ودي يا جماعه المصل. المصل بتشتغل بطريقتين. ايه الطريقه؟ يا اما التراكت العادي الفولانتري، يا اما تشتغل بالريفلكسز. فاكرين يا جماعه الاستريتش ريفلكس لما كانت الجرافيتي بتشد على المصل كبسول ويشتغل الريسبتور ويبعت افرنت وسمنا افرنت والمصل تشتغل؟ يعني اذا لو اتقطع ده ما زالت المصل ايه؟ شغاله. شغاله بايه؟ بالريفلكس موفمنت. شغاله بالريفلكس. طب الفولانتري موفمنت فقدته الى الابد. وفي تفسير كمان غير كده، ايه هي؟ ان طالما التون زايد في الابر موتور نيورون، تون زايد يبقى معناه ايه؟ يبقى الميتابوليك ريت زايد. الميتابوليزم زاد، ان في حركه في كونتراكشن في هيت طالع من العضلات. طالما المصل كونتراكتد وشغاله لا يمكن يحصل لها ماركت اتروفي، لكن يحصل لها حاجه ثانيه بقى، حاجه اسمها ايه؟ ديس يوز اتروفي. يعني ايه معنى كلمه ديس يوز؟ هي بتشتغل فقط بايه؟ بالريفلكس بالجرافيتي، صح؟ شغاله من غير رد فعلك انت يا انسان، فولانتري موفمنت. فاذا هي يحصل لها ضمور مايلد نتيجه عدم الاستخدام الكافي، ودي نقطه تهمني جدا. طيب يبقى كده انا قلت 7 نقط، النقطه الثامنه مرتبطه بالسبعه. وقبل ما نقول الثامنه عشان الناس ما تقولش
معانا فين هم الثمان نقط دول. واحد الكوز، ثلاث كلمات في باراليسيس، سايت واكستند وريكفر، كده قلت اربعه. الخمسه التون، السته الريفلكس، السبعه الاتروفي، الثامنه هقولها دلوقتي مرتبطه بالسبعه اللي فاتت او مرتبطه برقم سبعه اسمها رياكشن اوف ديجنريشن، ودي مهمه جدا لازم تكونوا عارفينها. الرياكشن اوف ديجنريشن معناها ايه؟ لما المصل تتشل هيحصل ايه في البروتينز بتاعتها؟ تتحلل وتفقد كفائتها. فتعالوا نتخيل الابر موتور نيورون، هل هتكلم عن العنوان ده؟ تقولي طبعا لا، يبقى العنوان ده مش تابع على اكس عند الابر، لان الابر موتور نيورون في هايبر تونيا ميتابوليك ريت زياده. يا جماعه في كونتراكشن، تقول لي ازاي انها اتحللت؟ يبقى اتكلم عن مين؟ على اللور موتور نيورون ليجن. وهتكلم على الرياكشن ده في ثلاث نقط رئيسيه. النقطه الاولى يبقى كلامي على اللور، بصوا بقى اول حاجه كروناكسي، وتعالوا افكركم بسنه اولى. كروناكسي هو التايم نيد باي دبل ذا سلاش تو اكسايت نيرف او مصر، عضله قدامي عايز اسبب الوقت اللي هتستجيب فيه للكهرباء. بس في نقطه، انت قاطع النيرف اللي ماشي فيه كهرباء، يبقى اذا الوقت اللي هتاخده المصل كتير ولا لا؟ كتير. لو انا جبت ستيمولس خارجي هتتاخر قوي في الريسبونس، يبقى الكروناكسي از برولونجد. الوقت يا جماعه هيطول جدا في الاستجابه. نيجي بقى للنقطتين الجايين، وتعالوا افكركم بفيزيكس اعدادي وثانوي. عندنا نوعين من الالكتريك كارنتس، نوع اسمه فارابيك ونوع اسمه جالفانيك، وده مهم جدا. سواء فارابيك او جالفانيك عايز اقولها بطريقه سهله. سمعتوا عن دايركت كارنت والترنيتنج كارنت؟ تيار مباشر بتاع البطاريه اللي هو دي سي، والترنيتنج كارنت اللي هو بتاع المعالم اللي بنعمل فيها بحث. لو انا جبت الالترنيتنج كارنت ده، الالترنيتنج كارنت اللي هو الفارابيك ريسبونس، الالترنيتنج ده الفارابيك، بيبقى ايه مميزاته؟ امبليتيود عالي، خلي بالك خلي بالك في اللي جاي، بس لو ديوريشن، يعني الكهرباء بتاعها قويه بس بتاخد وقت قصير، قصدي شورت ديوريشن، مده قصيره. هل تجيب نتيجه مع العضله اللي مقطوع لها النيرف؟ هتقولي يعني ايه؟ اقول لك عضله مقطوع لها النيرف عشان تستجيب للكهرباء عايزه وقت ايه؟ طويل. اما هذا الفارابيك بيبقى الوقت بتاعه قصير، يبقى اذا الاستجابه دي there is no response. انا كمصل مشلوله ومقطوعي النيرف لن استجيب لكهرباء مدتها قصيره، يبقى الفارابيك يبقى no response، وده مهم جدا. طب نيجي للجالفانيك بقى اللي هو بتاع اللي هو دايركت كارنت. انا عندي كاسود وانود زي البطاريه، انا لو وصلت الكاسود بالمصل وقفلت الدايره المصل هتعمل كونتراكشن، ولو وصلت الانود بالمصل وقفلت الدايره المصل برضه هتعمل كونتراكشن. قلنا له يعني ايه؟ قال يعني انا عندي في الجالفانيك كارنت حاجه اسمها كاسودا الاليسين كلوزنج سي كارنت. كاسودا الكلوزنج كارنت بتبقى اقوى من الانود الكلوزنج كارنت ده النورمال، والسبب محدش عارف. هات اي عضله سليمه وصل لها كاسود وقفل الدايره، وصل لها انود وقفل الدايره الكهربيه، المصل كونتراكت في الحالتين، بس كونتراكت بالكاسود اكتر. بما
قطعت النيرف سيحدث العكس، والغريب ان العكس هيحصل بالرغم من التيار الكهربي واحد. شده التيار بتاعت الانود والكاثود ثابته، بس دي ملاحظه اتقالت. يبقى تاني الكروناكسي تطول لان المصل المشلوله تتاخر في الريسبونس للالكتريك ستيمز. انفراد الكهرب بياخد وقت قصير، شورت ديوريشن اهي، يبقى مش هيجيب نتيجه مع مصل مشلوله، عايزه وقت طويل في الاستجابه. اما الجلفاتيك كارد ولسبب غير معلوم يبقى الانودال كلوزنج اقوى من الكاثودال كلوزنج كارد. كده لغايه دلوقتي انا قايل 8 نقط مقارنه. نيجي للنقطه التاسعه ودي مهمه جدا، بنقول عليها ايه بقى؟ specific contractions. دي النقطة التاسعة. يعني ايه يا دكتور specific contraction؟ الأبر موتور نيورون عنده التون عالي وخلاص في الأنتي جرافيتي مصر أثبتناها. أما اللور موتور نيورون ليجن قال لي أنا عندي نوعين من الكونتراكشنز الغريبة، حاجة اسمها فاسيكيوليشنز وكونتراكشن تانية اسمها فايبريليشنز. أنا يا جماعة عندي الاثنين. إيه الفرق بينهم؟ فاسيكيوليشن هي كونتراكشن تتحس وتتشاف، أما الفايبريليشن هي كونتراكشن تتحس فقط. الفرق بين الاثنين هنقولهم في فيديوهات العمل. امتى اشوف كونتراكشن بعينيا واحسها، وامتى احس كونتراكشن فقط. وده كان نهايه هذا الفيديو، بس قبل النهايه عايز افكرك بالتسع نقط مقارنه بتوعنا. واحد الكوز في الحالتين، رقم اتنين باراليسيس، قلت ثلاث نقط مكان والاكستنت والريكفري خف ولا لا. النقطة الخامسة اتكلمت على التون، اتكلمت في التون في أربع نقاط. التون زاد ليه؟ ده في الأبر موتور، زاد في أنهي ماسلز؟ بنعمل لها تيست إزاي؟ كل الكلام ده مهم. اتكلمنا على الريفلكسز سوبرفيشال وديب، اتكلمنا على التيست كلاس في لايف سباستيس ده في الأبر ليمب وكلورس في اللور ليمب، وليه فضلت رجله رايحة جاية ما بتوقفش. اتكلمنا على الاتروفي وضمور العضلات، ومين اللي عنده ضمور اقوى؟ هو اللور موتور نيورون ليجن، لان انت لما قطعت النيرف المصل اتحرمت من الكروس فاكتورز اللي طالعه من النيرف للمصل، وعملنا حاجه اسمها رياكشن اوف دي جنريشن، اختبار تحلل بروتينات المصل. يبقى الكلام على اللور موتور نيورون ليجن. والنقطة الأخيرة اتكلمنا عن specific contractions, fibrillation and fasciculations. الفيديو ده بإذن الله هنتكلم عن الموتور ليجنز بالترتيب. هتقولهم أمال الفيديو اللي فات كان إيه؟ أنا بقول لك أبر ولور، قطعنا التراك من الكورتكس إلى الأنتيريور سيل، اتقطع في أي حتة. أما الفيديو ده أنا هاجي أقول بالترتيب. بازت اريا 4 يحصل ايه؟ رقم 2 بازت اريا 6، يبقى انا دلوقتي بتكلم على موتور كورتكس. رقم 3 كورونا راديتا اللي هي الاشعه اللي عاملها باللون الازرق اللي هي الفايبرز اللي نازله من الموتور كورتكس، اذا اتشلت يحصل ايه؟ النقطه الرابعه هتكلم عن الانترنال كبسول، والانترنال كبسول بامانه موال في غايه الاهميه. هنتكلم لو اتشل الانترنال كبسول يا ترى اتشل في الانتيريور ليمب ولا في الجينو ولا الاستيريور ليمب، لما جينا شرحناها قبل كده. بس دايما الكلام هيبقى على البوستيريور ليمب، هو اللي عليه علامه صح، وهشرح الشلل اذا حصل فيه acute and chronic.
ودي مهمة جدا لازم هتتقال. ونيجي النقطة الخامسة هتكلم عن البرين ستام ليجن. حصل قطع في البرين ستام، يا ترى القطع ده قبل الكروسنج ولا بعد الكروسنج؟ يعني برين ستام ليجن بنقول عليها كده أباف ذا ميدالري بيراميد ولا بيلو الميدالري بيراميد؟ لو اتفقنا ان المدلة فيها جزء عامل زي الهرم كده ومن خلاله الفايبرز بتكمل وتعمل كروس، يا ترى القطع هنا فوق ولا تحت؟ دي هتفرق معايا. والنقطة السادسة هنعملها في فيديو لوحده، سباينال كورد ليجن. هنتكلم لو السباينال سيجمنت اتشلت الليفل فين؟ سيرفايكال لور ولا ابر ولا ثوراسك؟ ويا ترى ايه اللي هتحصل في العيان ده والمراحل اللي هيمر بيها العيان في العمود الفقري اذا حصل له حاجه؟ يبقى دول الست نقاط هشرح في الفيديو ده من 1 لـ5. نبتدي باريا فور، هتقولوا انت قلتها في فيديوهات كتيره، اريا فور تزود التون يبقى العكس يحصل، تعمل فاين موفمنت يبقى مفيش، تزود الريفلكس يبقى ايه؟ ايه الجديد النهارده؟ ان اريا فور اذا اتشلت هيحصل مونو ليجيا. وهنا بقى تعالوا نفهم كلمه مونو يعني واحد، هيتشل يا دراع يا رجل. طب يا دكتور احنا كنا متوقعين ان هي الفايبرز تعمل كروس للناحيه الثانيه، يعني الكورتكس اليمين اللي بدايته اريا فور بيشغل الماسلز اللي هي الشمال، كان المفروض يحصل شلل نصفي هيمي ليشيا، وانت هنا قايل مونو ليشيا. ليه؟ دكاترة الاناتومي قالوا الاجابة، اريا فور موجودة على سيرفس اريا كبيرة، مستحيل كلها تبوظ، مش ممكن كلها تبقى انجر، عشان كده لازم يبقى في مونو ليشيا. ازاي؟ ايه الورم او ايه الرصاص، ايه الحاجه اللي بوظ اريا فور كلها؟ نيجي بقى لاريا 6، قلناها اريا 6 كانت تقلل التون، طب اذا باظ العكس، تقلل الريفلكس باظ العكس، بتساعد على فاين موفمنت. طب لو باظ فاين موفمنت تتاثر؟ لا، لان اريا فور شغاله اقدر امسك القلم واكتب، لكن الجراس موفمنت تتأثر، يرجع الجراس ريفلكس تاني. كل الكلام ده قدام ما فيهوش اي مشكله. كورونا راديال حط عليه علامه اكس، دي لو اتشلت قدامك حاجه من حاجتين، يا اما تبقى مونو ليجيا او هيمي ليجيا حسب الاكستنت اوف ليجن. يعني لو اتشلت الكورونا بزياده جزء منها يبقى الشلل جزئي في حاجه معينه دراع او رجل، لو اتشلت كلها زي ما انا حاطط ايدي كده يبقى مفيش حاجه لازقه في الانترنال كبسول، يبقى مفيش حاجه هتعمل كراسك او نازله على السنسر، انت كده وقفت. طيب يبقى اذا لا، خلي بالك من القصه دي مهمه، في نقطه عايز اقولها في موضوع الشلل او في الهيمي بليشيا مهمه قوي. انا لو عندي شلل نصفي الناس فاكره ان انا ما اقدرش امشي، لا تقدر تمشي بس ايديك ورجليك ضعاف، عشان كده الكتاب قال يو هاف ذا باور تو موف. سؤال بقى، طالما ان انا اقدر امشي ممكن تقول لنا مين اللي يتراكس اللي تساعدني على المشي؟ هي التراكس التي تتحكم فيه البروكسيمال ماسلز والترانك. انت وانت بتمشي لازم الهيب جوينت تبقى شغاله، لازم الترانك. مين هم التراكس دول؟ التراكس اللي ديسند اون ذا سيم سايت اللي هي الفنترال كورتيكو سباينال تراكت، والتراكس التي تعتمد على اريا 6. افكرك اريا 6 اهي متصله بمين؟ بالبيزل جانجلي اللي متصل بمين؟
سبينال تراك اهي فيرترال كورتيكو سبينال تراك تخليني امشي انها بتنزل على نفس النحو ممكن ان انا اقدر امشي وممكن امشي بمين بالفيستيبولار نيوكليس اللي موجوده في المضمه اللي بتاخد الاشاره من اريا 6 في الاساس اريا 6 الخاص تقدر تمشي تقدر تمشي بالريتيكولو سباينال تراكت مع الريتيكولو سباينال اللي في البونز ادى الريتيكولار فورميشن انا بستقبل الاشاره منين بزلجاني شرحناها في الاكسترا بيراميدال تراكت يبقى لسه تقدر تمشي بس ايديك ورجليك المشلولين ضعاف جدا مش بقوه النورمال مصر نيجي بقى للانترنال كابسول وبالاخص البوستيريور ليب انا قلت في الفيديو اللي قبل كده ان البوستيريور ليب بيعدي فيه اربع حاجات حاجه نازله اللي هي الديسندنج بيراميدال تراكت في الانتيريور تو ثيرد وثلاث حاجات يطلعوا من خلال سنسوري راديشنز اوبتيك راديشن اوديتوري سيجنالز عايز توصل ليه يا دكتور كلام ده طالما باظ البوستيريور ليم بالعقل ومن غير حبس تتوقع ايه هتقول لي طبعا الاربع حاجات اللي بيعدوا فيه سواء واحده نازله او ثلاثه طالعين الكل مش هيكمل ما هو في ليجن عشان كده بيقولوا يحصل فيه اربع حاجات يبداوا بحرف الايش وهقول لك ايه هي المصادفه طالما ان مفيش بيراميدال فايبرز نزلت يبقى نص الماسلز الناحيه الثانيه اتشل يبقى اول ايش هيني بليجيا ودي مهمه جدا شلل نصف دي اول ايش الايش الثانيه طالما السنسيشنز نص احاسيس جسم الشمال لازم بتعمل الكراسنج تعدي على الانترنال كبسول اليمين والعكس صحيح يبقى يحصل ايه؟ هتفقد نص الاحاسيس اللي جايه هيني انيسيزيا فقط نص السنسيشنز من الاوبوزيت سايد بصوا على بعد كده يحصل حاجه اسمها هيني انوبيا مجال الرؤيه عندك يتقصر كلمه اوبيا معناها فيجن هيني يعني نص دكتور يعني نص مجال الرؤيه هتعرفه بعدين في السبيشال سنس انك عندك تو فيلز مجالين للرؤيه لو انا عينيا دخلت ناحيه النوز لجوه سموها نيزل فيلد عينيك تدخل لجوه ناحيه النوز لو عينك دي خرجت لبره ناحيه التمبورال بول اسميها تمبورال فيلد كلامنا مش هنشرحه دلوقتي فلما الاوبتيك راديشن تتشل اللي طالعه في البوستيريور ليمبو في انترنال كبسول انت فقط نص مجال الرؤيه وهنعرف الكلام ده بعدين وسموها حتى هومونوماس هيني انوبيا طبعا الكلام ده لسه هيتقال بعدين اخر اتش بقى احنا قلنا ثلاثه اتش هيني بليشيا هيني انستيزيا هيني انوبيا وهومونوماس كل دول تبع مين؟ الاكيوت ليجن تبع الاكيوت هتحصل وقت الحدث الاخيره هيلينج از سلايتلي افكتد طب ليه السمع ما يتاثرش قوي؟ انت قايل ان الاوديتوري فايبرز طالعه في الانترنال كبسول لان الهيرنج ده بيكون جاي من الانفيريور كورتكس ودي بتبقى ممثله في الاثنين كورتكس فلو في واحده في سكه مش شغاله السكه الثانيه شغاله الهيرنج از سلايتلي افكتد حتى ربنا صفوة زي ربنا في القران قدم السمع على البصر دي معروفه الانسان الاعمى عايش بايه؟ بالسمع عشان يبقى بيبعش من كله بقى موت وخرج يظهر من البلد كده الهيرنج از سلايتلي افكتد يبقى انا عندي الاكيوت هتكلم على اربعه اتش
تذاكر، لما تلاقي حاجه تسهل لك الموضوع يا ريت تكتبها. طب الكرونيك فات عليا اسابيع بعد الحادثه، والبوستيريور لمب باظ كار اكسيدنت، وزي ما تشوف الافلام عربيه بتتقلب كذا قلبه كده، عاش بس عنده شلل نصفي. كرونيك يعني ايه ده؟ مزمن. هتعيش بايه؟ بالهيمي ليشيا لسبب غير معروف. لقوا ان السم سنسيشنز اللي فوق دي كان بي ريكفرد، زي البين والكرود تنبتاتش، دول ممكن يرجعوا مره تانيه. اخر عنوان عندنا رقم 5، برين ستام ليشن. لو انا بوظت في البرين ستام في الحته دي قبل الكروسنج، يا جماعه الكروسنج اهو، هتقولي بوظت يعني ايه اللي باظ؟ هقول لك مثلا حصل الليشن فين؟ في الميد برين. قول لي ايه اللي حصل؟ هتقولي تعالى نفكر اناتومي. الميد برين مين اللي فيها؟ كرينيال نيوكليار 3 و4، صح ولا لا؟ 3 و4 موجودين هنا، لو الاوكيولوموتور والتراكيال نيرف، دول بيغذوا مين؟ كرينيال نيوكليار، بيروحوا للاكسترا اوكيولار مصر. حصل الليجن هنا، يبقى الشلل فين؟ على نفس الناحيه، ايبسي لاترال باراليسيس اوف ذا كرينيال نيرف. ودي نقطة مهمة جدا، الشلل حصل في نفس ناحية أو نفس المكان. طيب ده بالنسبة للكرينيال نيرف. طب الشلل حصل قبل الكراسي، الماسلز الشمال نص جسم الشمال يتأثر ولا لا؟ هيتأثر. إذا حصل الليجن أباف الكراسنج يبقى يحصل كونترالاترال هيمي ليجن. ليه؟ انت بوظت هنا، قطعت هنا، فما فيش حاجه هتنزل، فما فيش حاجه هتعمل كروسي، يبقى انت فقط 80% من الفايبرز اللي كانت مفروض كروس تو ذا اوبوزيت سايد وتشغل نص جسمك الاخر. عشان كده قالوا جمله جميله جدا في الكتاب، اذا حدث الشلل 100 برين حصل في البونز هيتشل الكرينيال نيرف الخاصة بالأماكن دي on the same side، زائد كونترا لاترال باراليسيس، ما حصلش كروس. فقالوا في كل المراجع الشلل مش على ناحية واحدة، يعني تلاقي نص جسم الشمال مشلول وتلاقي عضلات عين اليمين مشلولة. ايه ده؟ اليمين ادي رايت كورتكس وادي الرايت كرينيال نيرف اللي مش شغال. اما الجسم الشمال اتشل، قال يبقى اذا الشلل ده ايه؟ كروسد هيمي ليجن. كلمه كروس يعني بالعكس، الشلل غير متجانس، مجموعه مشلوله ومجموعه ثانيه مشلوله على ناحيه ثانيه خالص. يعني انا عندي شلل في نص جسم الشمال زي الرسمه ده، وشلل في عضلات عيني اليمين. عشان كده دكتور المخ والاعصاب الشاطر يعرفها ازاي؟ اول ما يلاقي العيان مش قادر ان هو يحرك عينه ميديال، عشان تحرك عينك ميديال كده يبقى محتاج ميديال ريكتس اللي سبلايد باي اوكيلو موتور نيرف. العيان ده ما قدرش يحرك عينه ميديال، عينه اتحركت لاترال كده، يبقى مين اللي باص؟ اوكيلو موتور نيرف اللي في الميد برين. واجي الاقي نص جسم الشمال مشلول، يبقى انت كراست هيمي بليش. ده انت عندك الشلل في اماكن وشلل عينك في مكان تاني، او يجي لك العيان العين مش قادر يبلع. عشان تبلع انت محتاج اني نيرف؟ فيجاس نيرف، يعني سوالو. الفيجاس ده موجود فين؟ في المضله. حصل الليجن في الحته دي، يجي العيان يقول لك انا مش قادر ابلع. نعمل الشلل ايبسي لاترال، الشلل مثلا ايه؟ يمين، ولكن نص جسم الشمال مشلول، فسميها كروس هيمي بليش. يبقى من الاخر، اذا حدث الشلل اباف ذا ميدالمر بيراميد يحدث ظاهره الكروس هيمي بليش. طب لو حصل الشلل
شلل بعد الكروسنج. يعني الكروس حصل الشلل هنا 80% عدت سليمة ولا لا؟ خلاص حصل كروسنج. امال مين اللي باص؟ الاكسيلاترال، مجموعة الفايبرز اللي نازلة على نفس الناحية الجنين، فايبرز اللي نازلة على اليمين اللي هي الفنترال كورتيكو سباينال تراكت هتتشال. اما اللاترال عدت خلاص حصل كروسنج، خلاص ادى المفتاح عندنا في اللور اند اوف ميدالا هنا الكروسنج. طالما الكروس حصل شلل كده 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 يبقى انا فقط التراكت اون ذا سيم سايد. اما الكونترا لاترال شغاله، لكن لما تيجي تقطع اباف الكروسنج يتاثر اكتر منه الفايبرز اللي كانت عايزه تكروس اون ذا اوبوزيت سايد. في نهاية الفيديو ده أفكر إريا 4 ليجن أهم كلمة مونوبليشن، إريا 6 قلناها كورونا راديالة يا مونو يا هيميبليشيا حسب درجة القطع. مهمة أوي انترنال كبسول بوستيريور ليمب اتشل يا أكيوت يا كرونيك. أكيوت 4 إتش، وقبل ال 4 إتش تذكر من الأناتومي الترنال الكبسول بيعدي فيه اربع حاجات. حاجه نازله البيلاميدال فايبر شلت يبقى هي البليشيا، وثلاثه طالعين لان الانترنال الكبسول في فيديو قبل كده قلت لك ميديالي سارس لاترالي كوديت نيوكليس بيزر جانيا بيستقبل اي حاجه من السكرتيره اللي هي السارس ويدخلها للمدير. فاكرين لما قلت بين السكرتيرة والمدير في باب، هي بتعدي من الباب بتاعها وتدخل على اوضته تديله الملفات. انترنال كبسول هو الباب اللي ما بين السلمس السكرتير والكورتكس المدير. يعدي في الباب ده سنسيشن مش هتعدي، كيميا انستيزيا. يعدي اوبتيك راديش مش هتعدي، يبقى هيمي انوبيا هومونس. يعدي هيرنج سيجنال تتاثر سلايدلي، افتكر ربنا قدم السمع على البصر في القران. اخر فيديو هي السباينال كورد ليجن، مش هنشرحه في الفيديو ده، في الفيديو الطويل.